هون لحتى تشوف الجزء الثاني من هذا الفيديو، حط لي في الكومنتس انت شو اللي عملته بالفترة بين 18 سنة ل 25 سنة او ل 30 سنة، يعني من 20 او من 20 ل 23، من 23 ل 25، 25 ل 27، 27 ل 30، ايش الاشياء اللي انت عملتها اللي شفت انها فعليا هي بتجيب لك الفلوس لحالها وبتجيب لك الفرص لحالها، ولا انت عملت هذا الشيء او ما عملته؟ خلينا نتناقش مع بعض في الكومنتس وخلينا نفيد بعض بالخبرة اللي احنا اكتسبناها. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجاي توكس. وكيف بدك تجيب فلوس بالهبل، فرص بالهبل؟ اللي بيحضرني اول مره انزل تحت اعمل لايك وشير وسبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل، سوي كل شيء بغض النظر قبل ما تحضر الفيديو. الفيديو اصلا يعني مش مهم، اوكي خلينا نعبي بنزين وبعدين نبلش. مرحبا جميعا، جاسر مصطفى. زي ما شفت باول الفيديو، انا اليوم عم بعمل هذا الفيديو لحتى اريحك، ومش اريحك لا، عشان اغلبك، علشان ليتر اون تتغلب باقل قدر ممكن وترتاح شوي. يعني طبعا انت ما راح ترتاح. المهم اللي انا جاي اليوم احكي لك اياه هو صراحه اهم شيء لازم انت تعمله لحتى انك انت الفلوس تجيك لحالها والفرص الاحسن تجيك لحالها. هل في منه هذا الحكي؟ يس، في منه هذا. أول نقطة بدي أحكي لك إياها عن هذا الموضوع لحتى تقدر تجيك المصاري ليتر أون لحالها، تجيك الفرص لحالها. قبل 25 سنة، مش إنه قبل 25 سنة، يعني قبل ما يمر 25 سنة، أنت قبل ما يصير عمرك 25 سنة فعليا، حاول إنك دائما تكون مشغول وما تفضى. يس، عبي وقتك كله، لأنه ما لازم يكون عندك وقت فراغ بالمرة. طبعا راح تعطي حالك بريكس وراح تحاول انك انت ترفه عن حالك، بس انت اللي راح تختار هذا الوقت اللي فعليا راح يكون البريك تايم تبعك واللي فعليا انت راح ترفه فيه عن حالك. اطلب لي حاجة بقى. لكن الديفولت تبعك انك انت دايما لازم تكون مشغول قبل ما يصير عمرك 25 سنة. بايش راح تكون مشغول قبل ما يصير عمرك 25 سنة يا جاس؟ تكون مشغول بالشغل، القراءة، الكتابة، التدريب، انك تطور حالك، انك تلاقي لحالك مجالات انك انت اصلا تشغل حالك فيها، شل عرض السياره وحط بنزين بس ما عليه. كمان انك انت تكون مشغول في التسويق لحالك، انك تكون مشغول بانك انت تعمل بروموشن لحالك وبانك انت تنتشر بين الناس وبانك انت تعمل لحالك وسط علاقات بروفيشنال كامل وكبير، يعني انك انت تشتغل على علاقاتك العامه بشكل كثير كبير. وباختصار فعليا كل اللي انا حكيت لك اياهم هذول لازم يكونوا عباره عن جزء من حياتك الروتينيه اليوميه، يعني مش على مثلا اسبوعيا بدي اعمل هيك ولا شهريا بدي اعمل هيك، لا، هذا بده يكون فعليا جزء من حياتك اليوميه الفعليه الروتينيه اللي انت متعود انك انت تعملها. النقطه الثانيه اللي راح احكي لك اياها في هذا الفيديو اللي هي نقطه جدا 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 مهمه، اشتغل على حالك دائما. واشتغل على حالك، ما راح احكي لك اشتغل على حالك قد ما تقدر، لا، راح احكي لك اشتغل على حالك اكثر من ما تقدر، اشتغل على حالك اكثر من ما انت متوقع، واشتغل على حالك اكثر من اي شيء خطر في بالك، واكثر من الوقت اللي معك انك انت تشتغل على حالك في هذا كله قبل ما يوصل عمرك 25 سنه. هذا جدا مهم. من غير شهاده؟ لا، الشغلانه دي مش محتاجه شهاده، محتاجه ليونه. حكيت لك اشتغل على حالك كثير كثير كثير، واشتغل على حالك في كل المجالات، يعني ما تشتغل على حالك في مجال واحد بس. قبل ما يصير عمرك 25 سنه لازم تشتغل على حالك في كل المجالات الممكنه، كل المجالات اللي فيها بوتنشل لك انت انك انت تشتغل فيها، كل المجالات اللي انت متوقع انها لقدام شوي راح تصير مطلوبه. واكيد بلش في الاشياء اللي لها علاقه في مجالك. اول شيء اشتغل في الكور بيور بزنس او الكور بيور ميجر او سبيشالتي، المكان اللي انت كثير متخصص فيه او مجال شغلك، هذا ركز عليه كثير. واكيد النقطة الثانية هي الأشياء اللي إلها علاقة أو اللي بتكون حوالين هذا الموضوع، فأنت بدك تشتغل عليها بشكل كثير كبير. والنقطة الثالثة الأشياء اللي ما إلها علاقة بتخصصك لكن أنت بتحبها وحاب إنك أنت تكون عندك فيها نولج وحاسس إنها هي راح تفيدك ليتر أون أو راح تفيد المجتمع بشكل عام ليتر أون. وآخر شيء أنت راح تهتم فيه هو الشيء اللي ما إله علاقة فيك أصلاً أو ما بتحبه أو إنه أنت مش متخيل إنه له فائدة. فهدول الشغلات بدك تحطهم في بالك كثير منيح لما تشتغل على حالك عمرك أبصر كم لغاية مثلا عمرك 25 سنة. النقطة الثالثة وهي نقطة يعني مش قادر أحكي لك قديش هذه النقطة صراحة مهمة، وأنا بعرف كل شيء بحكي مهم بس هذه النقطة كثير مهمة. من عمر 23 لعمر 25 سنة، طبعا رفلي العمر عم بحكيها، مش شرط إنه تحديدا 23 لما يصير عيد ميلادك 23، لا بس رفلي،
من عمر 23 لعمر 25 بتبحبش شوي في مجالك، بتبحبش كثير في مجالك، وبتعرف ايش الجزئية او التخصص العميق اللي في مجالك انت، اللي ما حدا من الناس او ما في كثير ناس تعرف تعمل او ما بتعرف عنه اساسا. وهذه الجزئية انت حاسس او عارف او قارئ انها راح تصير مطلوبة بشكل كثير كبير، وهذه الجزئية بتمسكها بيديك واسنانك وبتقربط فيها، على قولك ما بعرف اي منطقة بس بتقربط فيها، ولا تقرأ وتبحبش وتشقلب وتأكل وتبلع وتشرب وتتنفس من هاي الجزئية لغاية ما تتشربها كاملة وتصير انت مرجع فيها، وما في حدا بيعرف عنها اكثر منك، مش بنظرتك انت لحالك، لا بنظرة عميقة شمولية صحيحة انه ما حدا بيعرف فيها اكثر منك وانت المرجع لهاي الجزء. نكمل هذا الجزء الثاني من البارت الاول من موضوع كيف تجيب حالك فرص. هلا النقطة الرابعة اللي انا بدي احكي لك اياها، وهي نقطة صراحة I think انها نقطة يعني هي ناتجة اصلا من النقاط السابقة. بعد ما يصير عمرك 25 سنة انت فعليا ما راح تبطل تعمل الاشي اللي انا حكيت لك اياه، فعليا الاشي اللي انا حكيت لك اياه راح يصير جزء روتيني عادي جدا طبيعي جدا في حياتك اليومية، وانت مش مضطر تاخذ له جزء من حياتك عشان تخصص له اياه، وما بتتغلب فيه، ما تتغلب انك انت تلاقي المراجع اللي بدك تقرا فيها عن هذا الشيء اللي انت بدك تتعلمه او الاشياء اللي انت بدك تتعلمها، ما بتتغلب كيف تلاقي مجالات جديده انك انت تتبحر فيها او تتوسع فيها، وبصير جزء غير مزعج من حياتك اليوميه، لا بالعكس انت حتدمن عليه، وحيبطل عندك ability انك انت باليوم الفلاني ما تعمل شغله unconsciously يعني بدون وعي بدون ما انت تخطط لها لحالك راح تصير تعملها. فهذا جزء كثير مهم، ولما توصل لهي المرحله ابني اكثر واكثر واكثر واستمر في بناء هاي النالج اللي انت قاعد تستثمر فيها والشخصية اللي انت قاعد تستثمر فيها. النقطة الخامسة يا صديقي يا حبيبي، بعد عمر 25 انت لازم تكون جاهز انك انت تفتح لحالك مجالات عمل اكثر ومجالات متشعبة اكثر واوسع من الشيء اللي انت اوريدي قاعد تعمل فيه. اذا ما راح تشتغل فيه على الاقل تكون عارف عنه اشياء لها علاقة بمجالك او اشياء ما لها علاقة بمجالك، لكن بهذا العمر يفضل او بفضل انك انت تكون واصل لمرحله انه انت قاعد تدور على اشياء في مجالات غير مجالك، يعني ما تستثمر بس في مجال واحد. وطبعا زي ما حكيت لك لازم في هاي المرحله تكون انت صرت الماستر او الجورو او المعلم او البروفيشنال تبع تخصصك والمرجع تبع تخصصك انت. هلا النقطه السادسه فعليا اللي بدي احكي لك اياها قبل ما ادعس الشاب اللي قدامي، انه انت في سن 27 ل 30 سنه لازم هاي تكون السنة أو الفترة الذهبية في حياتك أو الفترة البرونز، مش البرونزية لا الذهبية أو البلاتينية أو البلاتينيونية أو whatever المعدن النفيس اللي انت شايفه أغلى إشي في الكوكب، هاي لازم تكون الفترة المعدنية النفيسة اللي موجودة في حياتك، وبهذه الفترة لازم تفرجي حالك للماركت بشكل كثير كبير. You have to market yourself in a smart way بطريقة تخليك تنتشر، ما تزنخها طبعا يعني تقزز الكوكب زي ما انا بعمل، لا انا اقل لا بس you have to literally market yourself بطريقه كثير قويه، طريقه كثير كبيره تفرجي حالك للماركت، سواء في المجال اللي تشتغل فيه هو الاساس طبعا اللي هو انت فعليا لازم promote your services your professional skills بالمجال اللي انت بتشتغل فيه، هذا في المقام الاول. وفي المجالات الثانيه اللي انت اوريدي بنيت عنها المعرفه لازم الناس تعرفك، تعرف انه انت عندك هذا الاكسبيرينس، وتعرف انه جاسر او فلان او علان بيعمل هذا الشغل، ف هيصير في awareness of your service أو your professional skills. وللمرة المليون راح أرجع أحكي اشتغل على أنك أنت تنتشر في كل المجالات بكل الطرق الممكنة بدون ما تزنخها، لأنه في شعرة بأنها تصير موضوع زنخ وشعرة بأنك أنت you are marketing yourself. هلأ النقطة الأخيرة ما أعرفش السادسة ولا السابعة اللي راح أحكي لها من هذا الجزء من هذا الفيديو، أنك كيف تجيب فرص عمل وفلوس كثير زيادة عن اللزوم أكثر من أنت كنت متخيل، أنه اشتغل على حالك وظلك اشتغل على حالك وعيد وظلك اشتغل على حالك لغاية ما تصير أنك أنت تقدر تبيع معرفتك والنالج تبعك والبرسوناليتي اللي أنت استثمرت فيها، مش أنك أنت تبيع منتج أو سيرفيس أنت لازم تقعد وتشتغل عليهم وتعملهم. At the end of the day أنك أنت لو ما قعدت تشتغلت you are generating money، الماني لحالها قاعدة بتيجي أو الفرص لحالها قاعدة بتيجي. من هون لحتى تشوف الجزء الثاني من هذا الفيديو حط لي في الكومنتس انت شو اللي عملته بالفتره بين 18 سنه ل 25 سنه او ل 30 سنه، يعني من 20 او من 20 ل 23 و 23 ل 25 و 25 ل 27 ل 30،
ايش الاشياء اللي انت عملتها اللي شفت انها فعليا هي بتجيب لك الفلوس لحالها وبتجيب لك الفرص لحالها، ولا انت عملت هذا الشيء او ما عملته؟ خلينا نتناقش مع بعض في الكومنتس، وخلينا نفيد بعض بالخبره اللي احنا اكتسبناها. ومن هون ليصير هذا الحكي راح اكون عملت الجزء الثاني ان شاء الله اللي له علاقه بهذا الموضوع. سلام.